السلام عليكم دوستو، بوشو سامو تاي بروكين كم فتر كل شيء يوجد سبسكرايب بيكو جلاي كان شير تين تان تين تان تين تان یلہ ترا ڈیج ترا پات تیل پاکی ٹائٹ گو رکن شاوان گا چلو 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 مزہ آپ سیدھا بیٹھو حضرت، سیدھا سیدھا ادا بھی ہے مولا میں ماشاء اللہ چل بیٹا سوپور سوپور چل سب چلو چلو یہ باغ تو نہیں ہے یہ چل بیٹا چل جنتی بولا بچا بچا آپ میرا سوال کرنا ماشاء اللہ یہ لگ رہے ماشاء چل بھائی چل چل ہاں بہت مزہ آتا ہے اگر چلا تو اور زیادہ مزہ آئے گا ابھی رک رک کے چلتا ہے
ماشاءاللہ یہ ہے بھیڑ. ارے بے تو دوڑتا کیوں ہے؟ چل 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 چلتا کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوپر جائیں گے سفر پہلگام تام اور یہ آگے نہیں جاتا ہے. لَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم I'm
ذاكر سنة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أبنى العيكة بكير تتمزي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ بہت خوب. اچھا ماشاء اللہ پہلی بار آئے ہیں؟ ہاں پہلی بار گھومے ہیں. اس سے پہلے نہیں آئے؟ آئے تھے لیکن اس دن گھومے نہیں تھے, ایک رات مکان میں گزار کر دوسرے دن آپ کے پاس آ گئے تھے. ماشاء اللہ آج آپ کے ساتھ گھومنے کا موقع ملا ہے. پڑھتے پڑھتے گلے بھی بیٹھ گیا ہے. چلو شکر اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی سواری بھی دی, اس کے ساتھ میں تلاوت کا بھی موقع دیا. ذاکر سہیل کی چینل پہ میں ذاکر سہیل کا فین. آج ہم دارالعلوم کے ساتھ جا رہے ہیں پہلگام, تو ہم پہنچے ہیں ابھی پہلگام کے تھوڑے نزدیک. ہم نے ابھی اشوکا کراس کیا اور ہم جا رہے ہیں پہلگام. تو آپ یہ پانی دیکھ سو آپ, یہاں پر اچھا ویڈیو کال کر رہے تھے اور آپ پانی بھی دیکھو اتنا اچھا بلو کلر پانی گرین کلر پانی. تو ہم ابھی پہنچے ہیں پہلگام کے تھوڑا نزدیک.